السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، اليوم حنواصل في بقية الشابتر العاشر اللي هو عنوانه Dynamics of Rigid Bodies. طيب، خلال المحاضرة الخامسة من الشابتر العاشر هذا حنشوف الـ Potential Energy يعني الطاقة الجاذبية، وحنشوف قانون الـ Conservation of Energy. بالنسبة للـ Potential Energy يعني هي مثل الـ Work، مثلا لو ناخذ الجسم هذا A أو الـ Particle A، طبعا عندها W اللي هو الوزن بتاعها اللي هي تساوي الماس في الجي. إذا كان حيتحرك من position 1 اللي هي يعني Y1 حيوصل لل Y2، يعني أكيد فيه potential energy اللي هي الورك بتاعت يعني W. يعني potential energy بالرمز له capital V هو يساوي W في الواي الارتفاع. يعني الورك هذا هو يعني depend of the initial and final value، يعني على حسب يعني القيمة في البداية وفي النهاية بتاعت ال W في ال Y. البوتنشال انرجي اللي هي تمثل يعني الشغل بتاعت يعني قوة الجاذبية. يعني إذا كان ناخذ الورك من الحالة الأولى للحالة الثانية، هو حيكون البوتنشال انرجي في البداية إلا البوتنشال انرجي في النهاية. لكن يمكن تكون البوتنشال انرجي مثلا هنا تساوي صفر على المستوى هذا، يعني ال V تساوي صفر. هذا الخط هذا حنسميه الديتم. ايش الديتم؟ يعني المستوى اللي يكون فيه البوتنشال انرجي V تساوي صفر. يعني اذا كان احنا نرتفع على الديتم هذا او على المستوى هذا قيمة Y، طبعا حيكون فيه قيمة بتاعت البوتنشال انرجي. لكن اذا كان اي جسم باقي موجود على المستوى هذا، طبعا على طول potential energy يعني بيكون صفر. يعني الديتم هذا زي الريفرنس يعني علشان نجيب به قيمة potential energy. بالنسبة لقانون conservation of energy، مثلا احنا شفنا الحين انه الورك نقدر نستعمل conservative force بتاع اي قوة بيكون اللي هو الديفرنس ما بين البوتنشال انرجي في الحالة الأولى إلى البوتنشال انرجي في الحالة الثانية. لكن قانون بتاعت الورك والانرجي الكونسبت هذا بيقول أنه يعني الورك بيكون T2 ناقص T1، يعني الكاينتيك انرجي في الحالة الثانية إلا الكاينتيك انرجي في الحالة الأولى. شفتوا الفرق؟ يعني هنا إذا كان نستعمل الكونسرفاتيف فورس، الورك بتاع الكونسرفاتيف فورس اللي هي يعني ما تتغير اللي هي W، يعني هو ال V زي ما قلنا اللي هي الورك بتاعت ال W، يعني بتكون الحالة الأولى إلا الثانية. لكن إذا كان استعملنا الكونسرفاتيف انرجي اللي هي T2 ناقص T1 اللي هي الكاينتيك انرجي، بتكون T2 ناقص T1. طيب، يعني هذا الاثنين زي بعض، يعني الورك يمكن نستعمله في الحالتين. في الحالة هذه إذا كان نكتب القيمة هذه تساوي هذه، يعني نقدر نجيب أنه T1 plus V1 تساوي 2 plus V2. طبعا T1 اللي هي الكاينتيك انرجي والV1 اللي هي البوتنشال انرجي، هذا من الاثنين في الحالة الأولى. نفس الشيء هذا من الاثنين في الحالة الثانية، المجموع متاعهم يساوي يعني total energy. يعني total energy كم تساوي؟ تساوي الكاينتيك انرجي مع البوتنشال انرجي، يعني هي نفسها في الحالة الأولى في الحالة الثانية، يعني هي ثابتة. يعني إذا كان جسم بيتحرك من الحالة الأولى للحالة الثانية، طبعا في تغيير في محتوى الطاقة زي البوتنشال والكاينتيك انرجي، لكن المجموع متاعهم الاثنين ما يتغير. صح، يمكن تحول البوتنشال انرجي إلى كاينتيك، أو الكاينتيك تتحول إلى بوتنشال، أو أي شكل ثاني من الطاقة، لكن بالتوتال متاعها يساوي هو نفسه. يعني القانون هذا بنسميه conservation of energy، يعني الطاقة المجموعة متاعها ما يتغير. يمكن تغير شكلها، لكن النتيجة متاعها ما تتغير مهما كانت يعني الحركة متاعت الجسم هذا. طيب، هذا هو محتوى محاضرة اليوم، وإن شاء الله نتقابل في المحاضرة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.